حبها الكويت 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 دولة ما تلحني لا فيها رجال تحبها الكويت الكويت وإحنا معها كلنا الغلاها جينا نغني بحبها هنا 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 أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا الكويت دولة ما تنحني لا فيها رجال تحبها واحنا معها كلنا الغلاها جينا نغني في حبها هنا هنا أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا كلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا وحبنا جعلك العمر جهنا كل صعب فيها الكويت الكويت معزوم أهلها يظهر فعلها ما يقدر الشر عليها هنا 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 أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا وكلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا وحبنا جاني كل عمر جهنا تسمو بغلاها وتتحدى كل صعب فيها بعزوم أهلها يظهر فعلها ما يقدر الشر عليها هنا هنا أصبح المجد هنا وعاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا وكلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا حبنا جعلك العمر جهنا من عمركم غير طيبة وأهل الخير وهذه رباطت يا الكويت انتي يا ديرة عيني كبيرة يا العز يا المجد يا الصين من عمركم غير طيبة وأهل الخير وهذه رباطت يا الكويت انتي يا ديرة عيني كبيرة يا العز يا المجد يا الصين هنا هنا أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى أصبح المجد هنا عاد يشدو بالغنى صوت وغنى لنا وكلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا وامنا جعلك العمر جهنا عمرك
أصبح المجد هنا وعاد يجدو بالغنى صوت غنانا كلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا وامنا جعلك العمر جهنا وصول سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح. يا كويت هنا هنا أصبح المجد هنا وعاد يجدو بالغنى صوت وغنى لنا وكلنا نحتفل بك كلنا يا غلانا أمنا جالك العمر جهنا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح الصباح، سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد خالد الخضر، سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن عبد الله النواف الصباح، أصحاب السعادة السفراء وممثل الدول الشقيقة والصديقة من السلكين الدبلوماسي والعسكري الموقرون، إخواني الضباط، ضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحتفل اليوم كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة بتخريج دورة جديدة من دورات القيادة والأركان المشتركة وهي الدورة رقم 20. سيدي راعي الحفل، إن خير ما نستهل به حفلنا هذا لآيات عطرة من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا رقيب أول عبد العزيز سبيل الرشيدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. والآن مع كلمة آمر كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة اللواء الركن بحري عبد الله عبد الصمد دشتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع حفظكم الله، سيدي سعادة رئيس الأركان العامة للجيش الموقر، سيدي سعادة نائب رئيس الأركان العامة للجيش الموقر، السادة الضيوف، السادة أعضاء مجلس الدفاع العسكري، كبار الضباط، أصحاب السعادة، السفراء وممثلي دول، وضيوفنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تتشرف كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة اليوم بتخريج كوكبة جديدة من الضباط القادة خريجية الدفعة 20، وهي مناسبة نقدم فيها التهنئة والشكر ك
كما نسوق فيها الطموح والآمال. سيدي راعي الحفل، الحضور الكريم، إن الجغرافيا السياسية والسياق الاستراتيجي الإقليمي والدولي والمتغيرات المتسارعة ووتيرة العنف في مناطق النزاع وأهمية المواكبة مع التعليم العسكري الاحترافي قد فرضت علينا أهمية الاطلاع على آخر المستجدات التعليمية وتطوير المنهاج العام في فن العمليات وإجراءات صنع القرار وتخطيط الحملة العسكرية التقليدية واللا متماثلة وعمليات الأمن وإعادة الاستقرار، وهذا ما تم التخطيط له والإدارة في التمرين النهائي العمل المشترك 2016. كما قامت الكلية سيدي مع الجانب البريطاني بوضع منهاج عام حديث يتسق في المفاهيم والمبادئ مع كلية شرفنهام التي تعكس طبيعة النزاع للحرب الحديثة وموائمة سياسة وعقيدة الدفاع في الجيش الكويتي، ودعماً لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتنسيقاً وتفاهماً مع الدول الصديقة والائتلاف الدولي، وسوف يتم تطبيقه إن شاء الله في الموسم التدريبي 2017 و2018. كما قامت الكلية ببعض البرامج والبروتوكولات التعليمية مثل الاتفاق مع مركز بيكت هاوس للقيادة والإدارة للموسم الدراسي 2016 و2017، تطوير مركز لعبات الحرب وإنشاء برنامج التعليم العسكري الاحترافي Virtual Learning Environment للموسم الدراسي 2016 و2017، الاستمرار ببرنامج المراقبة الأكاديمية للبحث العلمي مع جامعة دولة الكويت والعمل على إصدار القرار الوزاري للأكاديميين والمحاضرين. سيدي راعي الحفل وضيوفنا الكرام، إن الشراكة الاستراتيجية التعليمية مع الجانب البريطاني والإرادة الذاتية والدعم اللامحدود من قبلكم وقبل سعادة رئيس الأركان ومجلس الدفاع العسكري وباقي الهيئات والشق المدني قد أعطى الكلية الريادة المحلية والإقليمية وأنه لتحد مستمر للمحافظة على هذه المكانة والارتقاء بالتعليم الاحترافي. سيدي راعي الحفل، أستأذنكم بتوجيه كلمة للضباط الخريجين. أخواني الضباط الخريجين، نبارك تخرجكم هذا ونتمنى لكم مستقبلاً زاهراً، فقد بذلتم الكثير من الجهد لمعرفة واستيعاب الواجبات المطلوبة منكم للعمل كقادة أو ضباط من هيئة الركن، وبنهاية الدورة يبدأ دوركم في أن تقوموا بإيصال هذه المفاهيم لمن يعملون تحت إمرتكم وبإسداء النصح لقيادتكم حتى تكون عوناً لهم في اتخاذ القرارات الصائبة. والنجاح الحقيقي ليس اليوم، وإن كان يعتبر مهماً وموضع عنايتنا وسروركم، ولكن عند التحاقكم في وحداتكم المختلفة وأخذ المسؤولية الحقيقية، فإلى مستقبل أفضل وجهد أبرز وتميز واضح، وفقكم الله وسدد خطاكم. كما أشكر جميع معلمي الكلية الكويتيين منهم والبريطانيين، والشكر موصول أيضاً لجميع العاملين في الكلية من عسكريين ومدنيين لما قدمتموه من دعم وجهد لإنجاح هذه الدورة. وفي الختام أشكر الله العزيز القدير على منه وكرمه وفضله وتوفيقه، ونسأل سبحانه أن يحفظ الكويت دار أمن وعز واستقرار تحت ظل سيدي حضرة صاحب السمو القائد الأعلى للقوات المسلحة وسيدي سمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة كبير المعلمين البريطاني في كلية مبارك العبد الله للقيادة والأركان المشتركة العقيد ركن تيم ووردزورث. السلام عليكم. Your Excellency, distinguished guests, sirs, ladies and gentlemen, it's a real honor for me to be standing here today on such an important day in a year with distinct meaning for those of us involved in the profession of arms.
I talk, of course, of the 25th anniversary of the liberation of Kuwait, and there is no greater incentive than to learn one's business than to realize that not so very long ago, and not so very many yards from here, some of our colleagues were doing it for real. More importantly, we all recognize that in the unstable world in which we now live, we will all be, or maybe, similarly tested in the future. History teaches us it's not a matter of if, but of when. In the next few minutes, I'd like to recap the educational journey on which we've been embarked over the last year. Before doing so, I should acknowledge that for many students here today, that journey is not just conceptual, but physical. The number of national flags at the entrance to this college is clear evidence of how widely respected it is as a front-running military educational establishment, and quite rightly so. The education our students receive is contemporary, relevant, and not just regional, but world-class. Kuwait can take a huge amount of pride in what it's doing here on behalf of its officers, and not just from the Army, Navy, and the Air Force, but from their partners in the National Guard, the MOI, and the Coast Guard. So what have we taught our students over the last year? Term one builds upon the students' prior knowledge of single service formations and tactics in order to gain a full understanding of what means a commander has at his disposal to physically get from where he finds himself at the beginning of an operation to where he wants to be at its successful conclusion. During the term, we benefited from some outstanding visits to the National Guard, to the Coast Guard, the MOI, the police, and of course, all three